من مدير عام ومفتش عام في وزارة الصناعة والمعادن إلى عامل ديليفري وصباغ ونجار في تركيا. هذا هو حال المواطن العراقي عباس الأسدي وحكايته التي يرويها عن كشفه ملفات فساد بمليارات الدينارات العراقية، وبدلا من ترقيته تم نقله من وزارة الصناعة لوزارة الهجرة، ثم تم طرده من قبل وزير الهجرة من الوزارة بعد كشف ملفات في الوزارة، ملفات فساد قيمتها تتعدى 3 تريليوني دينار عراقي، وتم تقديمه للمحاكمة وحكم عليه غيابيا ب7 سنوات من السجن. نتابع أولا هذا الفيديو الذي تسبب في تحويل حياة عباس الأسدي إلى ما هي عليه اليوم. انا مفتش عام، نحملكم مسؤوليه كامله ان شاء الله، تبا للفساد وتبا للفاسدين، تبا لعباس، تبا لا تبا للترباس، ترباس تبا للترباس، تبا للفساد وتبا للفاسدين، وعاش العراق. اخرس انت الاخرس. إذن هذه المشاده للاسف يمكن كانت هي السبب في ما حصل لدكتور عباس الأسدي المفتش العام العراقي السابق بدرجة وكيل وزارة. هو معنا مباشرة من تركيا. مساء الخير. مساء الخير أستاذ طوني، وتحياتي للجناب كل المشاهدين الكرام. شكرا لك. أنا اليوم، يعني مش اليوم، من خلال يومين ثلاثة شفت بالصدفة الفيديو اللي عمله أحد الزملاء الإعلاميين العراقيين. شفت العنوان فكرت انه مثل العادي بنقرا عناوين رناني برا، بنفوت لجوا بنشوف خبر يختلف. لا، دخلت لجوا شفت انه مصور معك، انه انت عم تشتغل ديليفري، عامل توصيل من سوبر ماركت. لا، تفاجأت بما حصل وطلبت من فريق الاعداد انه يوصلوا لك بكل الطرق تنشوف حقيقة اللي حصل معك شو هي، وهل بالفعل انت اليوم عم تشتغل بسوبر ماركت ديليفري بتوصل اغراض على البيوت بتركيا، وليش وصلت من مفتش عام الى هذا الوضع اليوم؟ نعم استاذ طوني، استاذ طوني طبعا انا موظف خدمت اكثر من 30 سنة بتدرج وظيفي، عندي شهادات عليا. لما وصلت إلى وظيفة مفتش عام، وظيفتي أصبحت جحيم علي بسبب الفاسدين. نعم استاذ. فكان يطلب مني تمرير معاملات فساد وأنا أرفض، إلى أن تم تلفيق تهم كيدية ضدي والحكم علي بأحكام كلها باطلة، واضطريت لي، يعني أنا كنت مع زوجتي بالعلاج خارج العراق، وأحالوني للمحاكم وحكموني غيابيا ظلما دون أن أقترف أي ذنب بالمطلق نهائيا. كلها ردات فعل إقامية بسبب عدم تمريري لمعاملات الفساد وبسبب كشفي لملفات الفساد في العراق. حاليا بعد 2003 أصبح الموظف النزيه محارب ومطارد، وأصبحت وظيفته جحيم عليه بسبب الأحزاب المتنفذة الفاسدة. أنا إنسان مستقل سياسيا ولم أنتمي لأي حزب سياسي لا قبل ولا بعد 2003. طيب هل أنت اليوم طالب لجوء سياسي في تركيا ولا لا؟ لا، لم أطلب لجوء سياسي. يعني لماذا لم تطلب لجوء سياسي؟ على الأقل لتحمي نفسك وتحمي، يعني تقدر تعيش بشكل يمكن أفضل من الشكل اللي عايش فيه بالوقت الحاضر. أستاذ طوني، رغم الفترة هذه الطويلة التي عشناها أنا وعائلتي وأطفالي بجحيم،
لكني لا زلت أتأمل العودة إلى بلدي إلى العراق، ولكنهم يبدو أنهم يعني مصرين على الانتقام من الموظف النزيه، خاصة إذا لم يكن منتمي إلى حزب سياسي. الإنسان المستقل سياسيا حاليا في العراق هو أضعف ما يكون، ولا تنفع معه الشهادة ولا الخبرة ولا الممارسة بالعمل. طيب شو اللي وصلك انك تشتغل ديليفري؟ كيف يعني كيف وصلت الى انك تصير عامل ديليفري؟ جوابا لسؤال حضرتك، انا معتمد على الراتب وما عندي مصدر رزق، فانا ارسلوني الى دوره في كليه الدفاع الوطني، وهي كليه موجوده في كل الدول. نعم. تقبل مدير عام فما فوق، درجات عليا وخاصه. أرسلوني بأمر وزاري من قبل وزيري لهذه الدورة وبعلم هيئة النزاهة، نفذت هذا الأمر والتحقت بالدورة وأكملتها، وكان تقييم امتياز من الأوائل، وعدت إلى دائرتي رفضوا مباشرتي. قلت لهم لماذا ترفضوا مباشرتي؟ قالوا لا يجوز للدرجات العليا أن يشتركوا بدورة الدفاع الوطني، في حين كلية الدفاع الوطني ما تقبل غير درجات عليا ومدراء عامين، والبقية الأسماء معي جميعهم لم يحصل لهم شيء. فأنا كنت مع زوجتي في تركيا للعلاج، كانت مريضة، واتصل بي أخي قال لي صدر عليك أمر إلقاء قبض. أنا استغربت، قطعت العلاج وعدت إلى بغداد ودخلت للمحكمة، قلت سيادة القاضي ما الأمر؟ قال لي دائرتك اشتكت عليك لأنك مشترك بدورة الدفاع الوطني. زودته بكل الوثائق والأدلة التي تثبت صحة وقانونية اشتراكي. نعم. حتى كلية الدفاع الوطني تقول أحسن ملف هو ملف عباس الأسدي ومستوفي لكافة الشروط. فتعرف اعتقلوني وما طلعت إلا بكفالة 25 مليون. في هذه اللحظات كانت زوجتي يعني في حالة سيئة، حجزت 8 أيام إلى تركيا لغرض العلاج، يعني ذهابا وإيابا حجز تذكرة. عندما وصلت إلى تركيا قاضي التحقيق أحال ملف إلى جنايات النزاهة، يعني أين الفساد فيها؟ وجنايات النزاهة أصدرت علي حكم 7 سنوات ومصادرة الأموال وإلقاء قبض ونشر في الصحف، ومنذ 5 سنوات أنا وعائلتي وأطفالي لا نستطيع دخول البلد، لا عندي راتب، لا عندي تقاعد. كل هذا نقول فداك يا عراق. لكن عندما يتم التلاعب بالمؤسسات والقضاء، نحن نحزن على القضاء العراقي. أنا لا أقول كله فاسد، 90% من القضاء العراقي سليم ونزيه، لكن 10% تقريبا فاسد. فهم يعرفون أين يحيلون، يحيلون على الجزء الفاسد من القضاء. هذا القضاء اللي هو الملاذ وهو الملجأ للمظلوم. طيب. مع الأسف يعني مع الأسف نقولها دائما. هيدا على فكرة ما يحصل في العراق ليس حال العراق وحده، يعني ببلداننا كلها للأسف نعاني ما نعانيه من نفس الفاسدين. وأنا اليوم بالمقدمة حكيت عنك وشبهت أوطاننا وبعض الدول العربية لشعوبها كلها رايحة ضحية الفساد والفاسدين. اللي بيكشف الفساد واللي بيشتغل بشرف بيكون مصيره مثل مصيرك للأسف، أما الفاسدين هن اللي بيبقوا عايشين بقصورهم وبسياراتهم وبمواكبهم وبسلطاتهم وحاكمين بإيدهم وبإجرهم كمان على الشعوب المعترة اللي عم بتموت من الجوع. هذه حالة معممة، يعني ليست حال العراق فقط، حال عدد كبير من الدول العربية. ولكن لم يزعجك انك انت يعني تم تصويرك بعملك؟ يعني قدي كان عندك من الجرأة وقدي كنت مقهور لتقبل انه انت من صورة مفتش عام بمثابة وزير قبلت انه يصوروك كعامل؟ مع احترامي طبعا وتقديري الى كل العاملين والمهن وبنشيلهم على راسنا من فوق، انه يصوروك بهيدا الوضع اللي انت فيه اليوم، قديه هيدا كان دليل انك انت موجوع من جوا؟ اكيد استاذ طوني اكيد، لكن هذا يعني انا لا اشبه الفاسدين الذين جاءوا وتسلطوا علينا، الذين كانوا جياع
وكانوا يلزمون السر الطابور لأجل أن يحصلوا على باكيت بسكت وبرتقالتين يعيشون بها يومين من المساعدات بالدول، والآن يلعبون بالتريليونات. أنا ابن عز، أنا تربيت بعائلة ربوني على الأخلاق وعلى الدين، وكنت في عائلة كريمة، ودرست في وطن العراق إلى أن تخرجت وتعينت وتدرج وظيفي وحصلت إلى هذه الدرجة الوظيفية. الآن عندما اضطرتني الظروف بسبب أهل الفساد، اضطرتني لأن أنا عندي عائلة وأطفال، أطفالي أصبحوا مرضى 24 ساعة مرضى، اضطرتني الظروف، ما عندي وسيلة أخرى، وهذا دليل على أنه أنا إنسان فعلا يعني أمام الناس صفحتي بيضاء. أنا لو سارق كان مو هذا حالي، أنا كانت تعرض علي، والله يا أستاذ طوني كانت تعرض علي مئات الآلاف من الدولارات، لكني أطردهم وما أقبل مساومات. حتى الوزير كان يقول لي وقع، أقول له ما وقع، لو تقطع أيدي وتخليها على الملف ما أوقع. ففي وزارة الصناعة والمعادن مفتش عام نقلوني منها إلى وزارة الهجرة، وزارة الهجرة طردوني منها إلى جهة أخرى بدرجة مستوى وزارة، لفقوا لي تهم كيدية يرسلوني دورة، عندما أنفذ الأمر أجي يسجنوني 7 سنوات. فهذا العمل هو عمل شرف، لكن أنا مضطر إلى، ما أقدر يعني ما أقدر يعني ما بعرف والله مش عارف شو بدي أقول لك. أمام الرأي العام، بس الرأي العام سيأتي ربيعا عراقيا، نعم سيأتي ربيعا عراقيا لكنس الفاسدين قريبا. هم قلت لك، برجع بقول لك، ليس في العراق وحده الفساد، للأسف منه بالعراق وحدة، ضارب معظم دولنا العربية اللي شعوبها اليوم يمكن عم بتعاني اللي أنت عم بتعانيه وأكثر. على كل، دكتور عباس الأسدي بهنيك على جرأتك، على وطنيتك، على حبك لبلدك، ودفعت غالي جدا نتيجة هذا الحب، ولكن أوطاننا بتستاهل نحبها وبتستاهل أنه نضحي كرمالها. شكرا لك على ظهورك معنا، شكرا ايضا للزميل الاعلامي، للاسف راح الاسم عن بالي، الاعلامي حيدر الحمداني. نعم. الحمداني اللي هو نشر، وأطلقت عليه قيصر الاعلام، انا سميته قيصر الاعلام العراقي، يستاهل. نشر هذا الفيديو اللي وصلنا لك يعني وخلينا نعرف بقصتك. شكرا، كنت معنا من تركيا، ألف شكر لك، شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لكل الضيوف اللي كانوا معنا لليلة، وتصبحون على خير.